في الشأن الليبي التقى علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ. وأكد عبد العال تفهم مصر للأوضاع في ليبيا واعتبار مصر مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي، مشددا على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب. بدوره أعرب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عن بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبي وقواته المسلحة، وتابع أيضا: نقدر وقوفكم مع الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة. وأكد رئيس مجلس النواب الليبي مدى ثقته في مصر قيادة وشعبا، معربا عن تطلعه لأن تسخر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الإخوانية المدعومة من الميليشيات الإرهابية.